بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة في عالم الصحة والجمال، جبت لكم النهاردة منتج لا غنى عنه للسيدات، اللي هو بيكون طبعا زي ما انتم شايفين شكل العبوة من الخارج بيكون بالشكل ده، وده طبعا بيكون كعب طبي سيليكون للي هم عندهم مشاكل في القدم، تمام، ويحمي من التشققات. كعب جميل جدا وهايل وخامة عالية الجودة، بيكون سيليكون طبي، تمام. زي ما قلت لحضراتكم بيكون شكل الكرتونه من الخارج بالشكل ده، زي ما انتم شايفين موضح بالصوره. تعالوا نشوف شكل الكعب من الداخل بيكون شكله ايه. ده طبعا من الداخل بيجي طبعا فردتين بالشكل ده، خامه جل سيليكون طبيه، طبعا بتكون بالشكل ده، واخده شكل كعب الرجل. طبعا بتكون فري سايز، يعني بتلبس اي مقاس وسهله الغسيل. طبعا زي ما انتم شايفين الخامة من الداخل بالشكل ده، خامة طبية مريحة جدا للي هم بيهتموا بجمال وكعب رجليهم، تمام، بيحميكي من حاجات كتير يعني. وهو ده بيكون شكل كعب القدم السيليكون، تمام. سعره هايل جدا جدا ورائع، بيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. وما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد في عالم الأناقة والصحة والجمال. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.